أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أسئلة تكررت وهذا أحدها، يقول: ما حكم قتل سفراء دول الكفار الذين عرف عنهم العداء للمسلمين؟ لا يجوز الاعتداء، الاعتداء شر، والسفراء مؤمنون، لا يجوز الاعتداء عليهم، ما يجوز الاعتداء عليهم. السفراء الكفار جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، دخلوا عليه في المسجد، معهم كتابات من أمرائهم، دخلوا في المسجد على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اعتدى عليهم أحد، وخرجوا منه رجعوا إلى قومهم. لا، ما يجوز قتل السفراء والاعتداء عليهم. نعم.